سعداء جدا انه استطعنا الوصول الى مدينه طولكرم اللي كانت محاصره واجتياحات وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في هذه المحافظه وفي المدينه وفي مخيماتها. نجحنا بفضل الله بالوصول من اجل تقديم الخدمات الصحيه والطبيه بسبب الحصار المفروض على كل المناطق الفلسطينيه منذ ان بدا العدوان والحرب على اهلنا في قطاع غزه. الضفه الغربيه المحتله منذ حوالي شهرين حصار يعني كبير، اغلاق وتقطيع اوصال القرى والبلدات الفلسطينيه وحرمان المواطنين من التنقل وحريه التنقل بسبب كثره الحواجز والاغلاقات واغلاق الطرقات كافه. لذلك كثفنا في منظمه اطباء لحقوق الانسان من عمل العياده الطبيه المتنقله، واصبحنا نقيم عيادات في منتصف الاسبوع وفي اخر الاسبوع، وبالاخص يعني كثفنا هذا النشاط وهذا العمل في المحافظات الشماليه كطولكرم، نابلس، جنين، قلقيله بسبب يعني الاغلاق وحرمان المواطنين من الوصول الى المشافي والمراكز والعيادات الصحيه. لذلك ياتي هذا من اجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ثم التضامن مع اهلنا وابناء شعبنا الفلسطيني في الضفه الغربيه المحتله، كما لا ننسى طبعا الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها جزء يعني كبير من أبناء شعبنا في قطاع غزة، أكثر من 2,300,000 مواطن تحت يعني حرب وعدوان منذ شهرين، وهناك أكثر من 50,000 ما بين شهيد وجريح ومصاب واستهداف الطواقم الطبية واستهداف المشافي. ونحن في المنظمة طالبنا من اليوم الأول للعدوان بوقف هذه الحرب، بوقف هذا العدوان وعدم استهداف المدنيين وعدم استهداف المراكز الصحية والمشافي، إلا أن دولة الاحتلال ضاربة يعني بعرض الحائط تقصف المشافي، وهناك العشرات يوميا بل المئات من الشهداء والجرحى والمصابين بفعل هذا العدوان. نحن نحاول جاهدين الوصول إلى قطاع غزة، حتى الآن لا نستطيع. نحن حاولنا إدخال مساعدات، لم يعني تسعفنا دولة الاحتلال ومنعتنا من ذلك، ولكن نصر على أن نتواصل وأن نعمل جاهدين من أجل إيصال المساعدات. وحاليا نكثف كما يعني أسلفت، نحاول تكثيف من جهدنا وعملنا ونشاطنا في الضفة الغربية المحتلة، حيث أن المعاناة كبيرة جدا بفعل الحصار منذ حوالي شهرين. هذه الأيام الطبية اللي احنا بالتعاون حركة فتح كليم طولكرم في لجنتها الصحية، وكمان أخونا أبو يوسف يعني لحقوق الإنسان صلاح الحج يحيى اللي دائما يعني بتحفنا بلمسات ووجود وحضور معنا، اللي كمان كان دائما حاضر في قطاع غزة، الحبيب اللي صار له 36 سنة بيشتغل بهذا الحقل مع كل الأطباء الإنسانيين اللي احنا دائما يعني من عمل بشكل دوري على مستوى المحافظات وكذا، وخاصة استهداف محافظة طولكرم اللي بتحتاج إلى يعني رعاية مع تعاون كل الشركاء الصحيين وخاصة المستشفى الإسراء الزكاة. ومن هون احنا لابد أن يكون في استهداف يعني لكل إخوتنا، وليش عنا احنا إخوتنا الأحبة اللي قطعوا في السبل عمال غزة اللي احنا موجودين، عندنا موجود اكثر من 200 اخ اللي احنا نرعاهم بشكل تفصيلي، ولابد انه يكون في تقديم الرعاية الطبية بالتفاصيل والفحص يعني السريري وتقديم لهم الادوية وكل الاحتياجات. كذلك كل مواطنينا احنا بظل الظروف المعقدة قطع سبل عمالنا وموظفينا ويعني الوضع الداخلي المعقد والصعب، لابد انه يكون في استهداف حقيقي وجدا للمجتمع لتسهيل يعني عليه كل القضايا خاصة يعني الطبية والصحية، اللي بده علاج، اللي بده تحويل، اللي بده تأمين، اللي بده يعني يعني نظر في قضايا هامة، وخاصة يعني على حجم الأطباء المختصين الخبراء إنه نرعاهم بشكل كامل، لأنه لابد إنه يكون في هناك رعاية طبية حقيقية كما إحنا عملنا في محافظة طولكرم للقطاع الصحي، يعني ببعض النواقص بعض القضايا الاحتياجية لابد إنه يكون في هناك يعني مستلزمات كاملة، وخاصة الأوردة الأوعية الدموية كطبيب دائم في موجود في محافظة طولكرم، والتخدير وبعض القضايا الهم. احنا مع كل الشركاء مع المستشفى الحكومي وكل القطاعات الصحة انه لابد انه يكون في توفير كل الخدمات الصحية، لانه مقطوع سبل المحافظات من الاحتلال وحواجزه وتفتيشه، وخاصة استهداف الطاقم الطبي كما حصل في قطاع غزة. من هون لابد انه نقدم الخدمة لمجتمعنا، لأهلنا، لأحبتنا، وهذا مسؤولية يعني تقع على عاتقنا جميعا. طبعا احنا واجبنا كيوم طبي بنقص الأدوية في وزارة الصحة والأمور الطبية اللي بيشوفها المجتمع اللي عندنا في محافظة طولكرم،
طبعا احنا عندنا اصدقاء من هون من غزه من عمال غزه، طبعا اليوم رح نعمل يوم طبي وتقديم الادويه المجانيه. طبعا اخونا الدكتور صلاح طبعا مشكور صديقنا على يوم طبي على هامش اليوم الطبي هذا يخدم عمالنا في غزه الموجودين هون. طبعا احنا باللجنه الصحيه للكليه مش هاي اول يوم نعمل يوم طبي، عده ايام طبيه سابقه عملناها لخدمه ابنائنا في محافظه تركيا.